بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية الصلاة من البويلات تقوم اليوم بمساندة مع فرع الغابات لدائرة الهاشمية في قرية فلكسة على تنظيف الطرقات من الأوساخ والفضلات وإحراقها. هذه فضلات الناس الذين لا ليس لهم أخلاق، رمي الأوساخ في الطرقات والفضلات. هم إخواننا من الجمعية المختلفون يحققون هذه الفضلات. فرع الغابات لدائرة الهاشمية حميدة. تخدم الأجر على ما أفسدت الناس. هذا رئيس فرع حملة كبيرة، وندعو من كل البلديات أن تقوم بحملات مثل هذه لإرشاد الناس على ما يفعلونه من رمي الأوساخ في الطرقات، وهذا ليس من الأخلاق الإسلامية بتاتا. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحقوق الطريق. انظروا كيف الأوساخ، اللامبالاة والأمر وهو الجسور، يرمون الأوساخ الجسور لتغلق، وعندما تغلق الجسور تقطع الطريق من حملات الأمطار. الجسر كيف يغلق بالنفايات، جسر مغلق، من أين تمر المياه؟ هذا والله لا عجب العجاب. إن شاء الله تكون موعظة لكل إخواننا والمسلمين، لأن هذه الأعمال المشينة ليس من أعمال المسلمين بتاتا، بل علينا به إماطة هذا من الطريق كما قال صلى الله عليه وسلم. ندعو الله أن يهدي الناس جميعا بأخلاق الإسلام. هكذاك يا شباب، هكذاك، هي يا شباب، يا رب يحفظكم. ان شاء الله قدوه ان شاء الله. هذا الشباب لانهم امانه في قلبنا. الدوره ان شاء الله لهم دوره. واحد جوج بلاص ولا ثلاثه باش فينوها ان شاء الله. يا شباب الطبيعة ما هي من الحياة ومن الأخلاق. ما هي الأوساخ؟ والله لا أمر تعجب له أن يكون في بلاد المسلمين يرمون الأوساخ في الطرقات.
وأصبح هذا الأمر شائع وكثير وفي كل البلديات وفي كل الولايات. علينا بالرجوع إلى تعليم الإسلام لعدم رمي الأوساخ في الطريق والمحافظة على البيئة والغابات، لأن الأكسجين الذي نتنفسه خلقه الله لنا بسبب هذه الطبيعة. الطريق على حوالي 20 كيلومتر كلها نفايات. واش يحيى دابا مليح واه؟ لا وصحيت الشيخ يحيى، يا ربي يعاونك. يا وراك ناشط يا شيخ يحيى واه؟ بقلبك امين. بقلبك. هذا هو هذا هو هذا هو الله الذي يرضى الجميل يا رب العالمين. ويردنا هذا تعالى الاسلام وتربية شبابنا على الأخلاق المحمودة، ونسأل الله أن يبتعد عن الأخلاق المذمومة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.